بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة حفيدك الإصدار 3-1 من تطوير المهندس المصري قرقس، له منه كل الفخر والاعتزاز، والمسؤول عن الشروحات والأداة بشكل مباشر اللي هو الأخ عماد، أتمنى لهم جميعا التوفيق. بالبداية راح نحمل الأداة، أترك لكم الرابط أسفل الفيديو، بعدين راح نعمل تنصيب على الكمبيوتر ست اب عادي وكأنك بتنصب اي برنامج او اي بوكس، ونحل جميع المشاكل. اذا ما اشتغلت معك بالشكل هذا بنفتح ملف المضغوط، راح نعمل التنصيب من داخل الاداة، يعني على الجهة هاي جاهز، على الجهة الثانية جاهز، عادي جدا. طبعا تم حل جميع مشاكل التسجيل بالاصدارات السابقة، وتم إضافة خيار الـ MTK، وتم إضافة خيار فتح المتصفح لأكثر من شيء. المهم بالموضوع أنه تم دعم الـ MTK. هسه بعد شوي بس نشغل الأداة، رايحين نشوف. هاي فتحت معنا الأداة، نيكست نيكست، طبعا تنصيب عادي، انستيل لغاية ما تكمل. طبعا في الأيام المقبلة رايحين نضيفه كمان اشياء كثير على معالجات الام تي كي. هي عبارة عن ديزاين معين تم في اضافة معالجات الام تي كي للفورمات وازالة الاف ار بي، وسيتم في الايام القادمة اضافة العديد من الاجهزة على الاداة لعمل الفورمات وعمل الاف ار بي. لاحظ معي تنصيب عادي، الإصدارات السابقة كانت تعاني الأداة من تسجيل، عملية تسجيل كان في ضغط على السيرفر اللي عندهم، وتم التواصل مع الأخ عماد وحكى إنه في مشكلة بالسيرفر، وعلى الإصدار الحديث تم حل المشكلة. الحين نشوف مع بعض. طبعا أنا أول مرة نصبها، راح أشتغل أمامكم على التشغيل والتسجيل. هاي الآن تم تنصيب الأداة، ظهرت معنا بالشكل اللي امامكم، برنامج عادي. راحين نعمل رن عادي او از ادمنستريتور جائز. فتحت الاداة، طبعا ما في اي اجراء سوى انك بتعمل لوج ان، باسورد يوزر نيم لوج ان، فتحت على الموجود داخل الاداة تلقائي بدون تسجيل بدون جيميل. الإضافات اللي تمت على الأداة، طبعا إن شاء الله تعالى تكون الأداة قوية. أتمنى منكم تدعموا عماد وقرقس على قناة اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى جميع المواقع اللي بتخصهم، لأنه الدعم من خلال الاشتراك بالقناة بيودي لهم يعني مردود مادي ولو بسيط، بس مقابلهم يستمروا في تحديث الأداة اللي إن شاء الله تعالى نتمنى لها التطوير والتقدم. شرحنا عن الأداة بالإصدارات السابقة، طبعا نفس الشروحات، لكن في عندنا اضافتين على الاي دي بي وعلى الام تي كي. الام تي كي فلاش موجود سابقا، ام تي كي سابقا، وتم شرحه فيديو سابق، راح اترك لكم الرابط اسفل الفيديو. اضافوا خيار الاف ار بي ام تي كي، اف ار بي ام تي كي. البراندات الموجوده او الاجهزه الموجوده اللي حكينا سيتم دعمها بالايام المقبله، طبعا كميه محدوده من الاجهزه مش كثير، يعني هواوي مثلا جهاز، عندنا انفينكس، عندنا كم جهاز تم اضافتهم. طبعا على انهم راحين ان شاء الله تعالى بالايام القليلة القادمة راحين يضيفوا الكثير من الخيارات. اذا بدك تعمل اف ار بي، ازاي الاف ار بي؟ عن طريق انكلود فلاش يوزر داتا، تعلم عليها وتعطي ستارت، راح وبعد طبعا طريقة الشبكة للجهاز حسب الجهاز، كل جهاز حسب ما يشبك، في منه على كبستين خفض ورفع الصوت، في منه على تيست بوينت، في منه دايركت، حسب حسب يعني حسب اتعامل مع الجهاز حسب ما هو موجود معك. الان اذا الجهاز مش موجود معك، مثلا اجينا على هواوي ما لقيناش جهاز معين موجود،
راح تعمل على كاستم دي اي، بس تحط اشارة على كاستم دي اي راح يظهر معك خيار الدي اي، بتختار الدي اي المناسب للجهاز ومن ثم تعطيه انكلود فلاش يوزر داتا. العملية تحت التطوير، الاضافات الجديدة راح تكون بالايام القادمة، وخصوصا لمعالجات الام تي كي اللي نتمنى انها تكون ان شاء الله تعالى قوية عشان تخدم كل الناس اللي بيشتغلوا عليها او اللي لا يمتلك البوكسات. خيار الاي دي بي، تم اضافة اف ار بي بيباس اللي هو فتح المتصفح. لو اخترنا هواوي عندنا سامسونج عندنا، طبعا هو راح يعمل تنصيب للدرايفرات لكل الاجهزة الموجودة بين ايدينا. هنا القائمة اللي نفتح فيها المتصفح يوتيوب او جوجل ماب او سامسونج ابس جالكسي ستور او موقع الاف ار بي بيباس اللي فيه الادوات اللي او البرامج اللي من خلالها تعمل تخطي للجيميل بعد ما تفتح المتصفح. هاي اهم الاضافات اللي تم اضافتها. اي جهاز بتحدده راح ينصب تعريفات مباشرة، طبعا سيتم تجريبها على اكثر من جهاز وان شاء الله تعالى شروحات بالايام القادمة. طبعا هاي اهم الاضافات اللي تم العمل عليها. في عندنا اشي مهم يمكن ما اخذ حقه في الشرح، معالج كوالكوم. معالج كوالكوم هنا سنلاحظ مثلا الشاومي اللي هو دائما عامل للناس مشكلة في تخطي الام ماي اكاونت. البرنامج يستطيع تخطي اي جهاز ريدمي يحمل معالج كوالكوم. طبعا تم شرحه على قناة عماد اصدار 3، ان شاء الله تعالى راح اشوف اذا في اجهزة نقدر نعملها امامكم بالتجربة نعملها. هذا الموضوع مهم جدا، على قناة عماد موجود الشرح للي بحب يروح على قناة عماد ويشترك فيها. هاي القناة تضغط على اليوتيوب راح يظهر معك القناة وتم شرح الموضوع. طبعا انا والله احكي لصالحكم ولصالح عماد وقرقس باذن الله تعالى انه الله يرزقهم رزق الحلال. هذا البرنامج هذا مشروح فيه عملية تخطي الاماي اكاونت بالتفصيل لكل الاجهزة المدعومة بالاداة. اتمنى منكم تشتركوا بقناتهم، اتمنى تدعموهم لانهم والله انهم بيستاهلوا. يعني لما بعمل لك برنامج مثل هذا او يعني باخذ من وقت طويل حتى يقدر يعمل لك البرنامج. الشروحات للايمي او للماي اكاونت مشروحه زي ما حكينا بقناه عماد، ارجع للقناه اذا حبيت تتعرف على كيفيه التخطي. طبعا اجهزه ان شاء الله كميه يعني مش قليله لعمليات التخطي، اتمنى من الجميع يدعمهم. بكون انتهى الفيديو معنا اليوم، اداه ان شاء الله تعالى نستفيد من خصائصها ومميزاتها. في خيار فاست روت، في خيار الدرايفرات، تنصيب درايفرات الأجهزة 64 32، فيها إضافات حلوة تم شرحها بالإصدارات السابقة. كل اللي بتمناه منكم أنه تدعموا قرقس. طبعا لاحظ هون قرقس المصمم للأداء اللي هو الأخ قرقس، إن شاء الله تعالى أنه الله برزقه وبرزق عماد وبيسر أمورنا وأموركم إن شاء الله تعالى. إذا عجبك الفيديو اشترك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.